البرنامج الحكومي ضمن منهاجه أكد وضع خطط أولية للنهوض بقطاع الصناعة عبر تفعيل المجلس التنسيقي لدعم القطاع الخاص. برلمانيون وصناعيون أكدوا أهمية تشريع قوانين جديدة تتناسب وما جاء في المنهاج الوزاري لإنعاش الصناعة داخل البلاد كجزء أساسي في رفد مشاريع الدولة. نحن متابعين للبرنامج الحكومي، هناك فرص عمل يجب أن تكون كثيرة. القانون الذي سوف يقر الذي هو يخص قانون العمل والضمان الاجتماعي قانون جدا مهم، سوف يوفر العديد من فرص العمل. رئيس مجلس الوزراء كان إيجابي جدا وكان داعم للقطاع الصناعي، لا سيما وهو في الفترة السابقة كان وزير للصناعة وكان أيضا مدافع عن القطاع وكان أيضا وزير العمل. فهذه الوزارتين كنا كاتحاد الصناعات شركاء بهذه الوزارتين، شكل لجان. هذه اللجان كانت مهمتها أن تقوم بتفعيل قوانين حماية المنتج، مناقشة قانون المدن الصناعية، قانون التنمية الصناعية، قانون الضمان العمل الاجتماعي. يجب أن يكون هناك دعم كبير للقطاع الخاص من خلال الموازنة، من خلال تنشيط هذا القطاع، من خلال توفير الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الخارجية، وأيضا دعمها بتعديل كثير من القوانين، تعديل قانون الاستثمار الصناعي، الاستثمار المعدني. ويرى صناعيون أن الاهتمام بالقطاع الخاص سيعالج نسبة كبيرة من الفقر والبطالة ولربما زج الطاقات الشبابية في سوق العمل، يتطلب مشروعا شاملا للرعاية والضمان الاجتماعي أسوة بالقطاع العام. لدينا أمل كبير بالسيد رئيس الوزراء محمد شاع السوداني، التفاته الكبيرة والاعتماد على القطاع الخاص في القضاء على قسم كبير من البطالة، وكذلك دعم الاقتصاد الوطني من خلال تدوير رأس مال بالصناعة والزراعة داخل البلد. أنا اليوم من يحط سلسلة قوانين تخدمني كمستورد، تخدمني كمصنع، تخدمني كزارع مزارع، هذا القوانين أنا الحمشي على منهج، المنهج مالتي أعرف أني سبل النجاح مالتي وين. تطبيق المنهاج الحكومي سيعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويحقق نهضة في واقع القطاع الصناعي الذي سيوفر فرص عمل للمواطنين. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.